يخوض أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة. وأكد مصدر عسكري أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش خلال المعارك التي شهدتها منطقتي عين وبيحان، إضافة إلى تدمير 3 مدرعات و6 أطقم بما عليها من أسلحة وذخائر. وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة، فيما استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميليشيا الحوثية الغازية. أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقعها جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري ميداني أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة العبدية جنوب مأرب إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من التصدي للهجوم. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. شنت مدفعية الجيش الوطني قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء. وأفادت مصادر ميدانية عسكرية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة القندع. وأكدت المصادر أن القصف كبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة ودمر آليات ومعدات قتالية كانت تتمركز في الأماكن المستهدفة. اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف ودمرت مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو جنوب السعودية. وأكد التحالف في بيان صادر عنه استمرار محاولات الميليشيا الحوثية بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك. أعلنت قوات التحالف عن تدمير زورقين مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي وإحباط هجوم وشيك قبالة ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة. وقال التحالف في بيان أن مقاتلات حربية دمرت زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف وإحباط تنفيذ هجوم وشيك، مشيرا إلى أن التهديد الحوثي مستمر على الخطوط الملاحية البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مؤكدا استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة. أصيب مواطن برصاص ميليشيا الحوثي في مديرية حيز جنوب محافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية أخرى طبية بأن الشاب محمد قائد علي البالغ من العمر 23 عاما أصيب برصاص ميليشيا الحوثي عندما كان في منزله الكائن في حي ربع السوق بمديرية حيز. وأوضحت المصادر أن الشاب تعرض لإصابة في الكتف الأيمن وتم نقله إلى المستشفى الميداني بمدينة الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة. يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق والمديريات جنوب الحديدة في ظل صمت أممي وتخاذل دولي.